94 كنت انا موجود مع المنتخب اللي رايح امم افريقيا 94، وصبت ساعتها وما روحتش معاهم البطوله. كملت بعدها على طول رحت مع مستر كرول، كنا بنلعب في بطوله هناك في جنوب افريقيا اللي هي كانت بطوله تحضيريه لكاس امم افريقيا 96. كان في بطوله اسمها بطوله سيمبا لعبتها مع مستر كرول ساعتها. كان بعدها على طول بحوالي شهرين ثلاثه البطوله بتاعه افريقيا، وصبت ساعتها ورحت عملت رباط صليبي فما لعبتش البطولتين دول. رجعت بعدها 96 97 بدات اتعالج، بدات يبقى فيه نزول ملعب، بدات ابقى موجود. كابتن جاري كان عندي في ميزه معاه ان هو كان بيحبني جدا، لان انا من الناس اللي عملت معاه بطولات. عملت معاه كاس عرب سنه 92 كسبناها في سوريا الحمد لله، انا جبت هدف في السعوديه في النهائي، وخدت معاه افريقيا ابطال الدوري مع نادي الزمالك، وخدت معاه سوبر افريقيا امام النادي الاهلي. فلما جيت رجعت 98 انا مش موجود معاهم في اي ماتش في التصفيات. يعني هقول لك على حاجه غريبه جدا، انا ما شاركتش في حياتي غير مباراه واحده في التصفيات، كانت مع الكابتن محسن صالح. هي دي المباراه اللي انا شاركت معاه فيها، ودي برضو دي كانت مباراه قبل بطوله افريقيا ساعتها اللي جه فيها متهيألي مستر كرول اللي جه مع الكابتن محسن صالح ساعتها لو الناس فاكره، وما شاركتش فيها، ما كملتش لما اتصبت. لكن لعبت البطوله، كنت مصاب ورجعت. كابتن جاري لما رجعت خد معاه بطوله، كانت بتلعب في كوريا بطوله وديه، كانت قبل بطوله الامم الافريقيه على طول. والحمد لله ربنا كرمني ان انا رحت معاه البطوله، وكان ليا الشرف ان انا شاركت في حوالي 3 ماتشات، حتى منهم الدور الثمانية امام ساحل العاج. بس حصل اصابه في انفي، يعني خدت غرز واتكسرت، فما قدرتش العب قبل النهائي قدام بوركينا فاسو، ولا اقدر لعبت العب ما قدرتش العب النهائي امام جنوب افريقيا.